بعد أن كانت تحمل اسمه المدون بأحرف من ذهب في الذاكرة الجزائرية. ها هي ساحة أودا وسط العاصمة تتزين بنصب يخلد ذكرى المناضل الرمز وصديق الثورة الجزائرية موريس أودا. تدشين النصب التذكاري لموريس أودا حضره نجله بيير أودا وجمع من المواطنين. Je suis fier que la place Maurice Audin existe à la place de la place Maréchal Lyautey, qui était un massacreur, un général des colonisateurs. Et maintenant, c'est remplacé depuis 1963 par un partisan de l'indépendance, un militant de l'indépendance du Parti communiste algérien. Et je pense que c'est une bonne chose que la République algérienne reconnaisse le rôle des communistes algériens, en particulier de Maurice Audin. تخليد ذكرى موريس أودا هو اعتراف من الجزائر بأولئك الذين آمنوا بعدالة الثورة الجزائرية وناضلوا وضحوا من أجلها. أيام قليلة مضت كان التأكيد على انتماء ومشاركة أصدقاء الثورة الجزائرية وأصدقاء الجزائر الذين شاركوا بصفة أو بأخرى في استقلال الجزائر. اليوم الدولة الجزائرية راهي تكن لهم، منهم الأحياء ومنهم من استشهد في أرض الوطن بشهادتهم. ارتباط اسم موريس أودا بالذاكرة الوطنية جعل الجزائر تشجع العمل المشترك مع جمعية جوزات وموريس أودا، لا سيما في مجال البحث العلمي وتطوير الرياضيات.